تطورات الأزمة السياسية في تونس أطلقت إشارات جديدة قد تساهم في تعميق المخاوف من إمكانية تدويلها، وتزايدت الأصوات المحذرة من تداعياتها على مجمل الأجواء العامة في البلاد التي دخلت في مربع مقلق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وعكست هذه الإشارات التي جعلت شبح التدويل يطل من نافذة العلاقات مع فرنسا تحركاً سياسياً ودبلوماسياً فرنسياً تجاه تونس في وقت مثير للكثير من التساؤلات. بشكل طردي ومع اشتداد الأزمة السياسية في تونس، تنشط التسريبات داخل الصالونات السياسية في البلاد، والتي ترافقت مع سلسلة من الاستنتاجات والمبالغات القائمة في جزء كبير منها على فرضيات غير مؤكدة، منها أن الرئيس ماكرون قد يكون طلب من الرئيس قيس سعيد العمل من أجل تخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد بما يسهل عقد حوار يخرج البلاد من مأزق الانسداد الذي شل غالبية مؤسسات الدولة. تطورات الأزمة السياسية في تونس أطلقت إشارات جديدة قد تساهم في تعميق المخاوف من إمكانية تدويلها، وتزايدت الأصوات المحذرة من تداعياتها على مجمل الأجواء العامة في البلاد التي دخلت في مربع مقلق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وعكست هذه الإشارات التي جعلت شبح التدويل يطل من نافذة العلاقات مع فرنسا تحركا سياسيا ودبلوماسيا فرنسيا تجاه تونس في وقت مثير للكثير من التساؤلات، برز من خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وقيس سعيد تزامن مع زيارة غير معلنة لوزير الخارجية التونسي عثمان جراندي لباريس. وفي سياق منفصل، نجحت البرلمانية التونسية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر في فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة التونسية، وهو ما ترجمته اجتماعاتها الشعبية آخرها بمحافظة صفاقس التي تعد أحد معاقل حركة النهضة الإسلامية وخزانا انتخابيا مهما لها. وشهد اجتماع الحزب الدستوري الحر بقلب مدينة صفاقس، والذي تزامن مع احتفال تونس بالذكرى 65 لعيد الاستقلال، حضورا شعبيا ضخما اعتبره البعض رسالة مباشرة للسياسيين، مفادها أن عبير موسي باتت الآن البديل الشعبي للإسلاميين من حيث خطابها الفكري والسياسي المناقض لأيديولوجيتهم، ومن حيث شعبيتها ما يجعلها في أي انتخابات قادمة رقما صعبا، وهو وضع سيقود إلى التغيير في التوازنات السياسية في المشهد التونسي ككل وليس في البرلمان. ومع هذه الأحداث يسعى البعض إلى البناء على أن فرنسا التي ينظر إليها على أنها في موقع تستطيع منه المساعدة في إدارة الأزمة الراهنة ولعب دور لكسر الجليد الذي يحيط بالعلاقة بين الرئاسات الثلاث في تونس، قررت التحرك في هذا الوقت بالنظر إلى استفحال الأزمة في البلاد، وذلك لتحديد اتجاهات المرحلة المقبلة بعيدا عن التعقيدات الراهنة. ويستند هذا الرأي إلى جملة من المعطيات، منها أن فرنسا التي لا تخفي رغبتها في استعادة دورها القديم في تونس كثيرا ما رددت رسميا وبشكل علني وفي الكواليس أنها تهتم بأمر تونس ولا يمكنها أن تتخلى عنها ولن تتركها تسقط، كما أنها لن تسمح لأي كان بأن يعتبرها منطقة نفوذ له. تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحية مني ومن على منبر الطاولة المستديرة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوف حلقة الليلة، معي من تونس دكتور عبد السلام شقير إعلامي ومحلل سياسي، ومن باريس الأستاذ خبيب الرياحي ناشط سياسي وأمين عام حزب تونس بيتنا، ومن ليون الفرنسية الأستاذ فتح الورفلي إعلامي وأكاديمي ومحلل سياسي. ضيوف الكرام أهلا بكم جميعا. دكتور عبد السلام شقير، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدونك. الآن نريد منك بشكل موضوعي جدا أن تضعنا في صورة المشهد التونسي الذي يصبح رويدا رويدا أكثر تعقيدا، وعلى رأسها مسألة الخلافات بين الرئاسات الثلاثية في تونس أو الثلاثية كما يقال. في البداية مرحبا بك وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك. المشهد في تونس، المشهد السياسي في تونس مشهد يعني متعفن للغاية، وكل يوم يزداد تعقيدا يعني أكثر من سابقه، وهذا طبعا يعود إلى الخلاف كما أشرتم بين الرئاسات الثلاث. يعني هنالك رغبة واضحة من الإخوان في البقاء في السلطة، يعني مهما كان الثمن، أيا كان المقابل وأيا كان الثمن. نعم تفضل، كفي الفكرة. نعم تفضل. يعني الأسبوعين الأخيرين شهد أحداثا يعني ساخنة في تونس ومحل حديث كل التونسيين.
ننطلق اولا طبعا من الاعتصام الذي رفعه الحزب الدستوري الحر او اعلنه الحزب الدستوري الحر منذ اشهر ضد اتحاد العلماء المسلمين للقرغاوي المصنف ارهابي في عديد الدول، وكيفيه تعامل السلطه والحكومه مع هذا الاعتصام السلمي المرخص الذي شهدناه جميعا، يعني العنف المسلط ضد نواب شعب منتخبين الى اخره. واليوم هنالك اخبار تقول كون هذا الاتحاد عاد للعمل طبعا تحت حماية الحكومة، وهذا خطير وخطير جدا في تونس. ثم تلتها أيضا غزوة المطار، وكل التونسيين وكل العالم شهد هذه الغزوة، وهو ما بعث أولا بانعدام الثقة لدى المواطن التونسي بمؤسساته السيادية. هذا من ناحية، لأن السيدة التي أراد إدخالها سيف الدين مخلوف وبعض من أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة وهم أعضاء مجلس نواب شعب، وهذه ليست السابقة الأولى لهذا التيار ولسيف الدين مخلوف بالتحديد، حيث حاول إدخال إرهابية منذ سنتين من مطار من ميناء بحلق الواد بتونس. يعني هنالك تجاوز خطير للسلطة، هنالك تجاوز خطير أمام سكوت الحكومة. يعني اليوم القضاء بت في هذه السيدة، ويعني خليني أقول منعها من السفر فعلا، وهذا يعني أكيد وراءه شبهات إرهابية وما إلى ذلك. إلا أن السلطة تقف عاجزة أمام التدخل، لأنه ما حدث في مطار تونس قرطاج منذ أسبوع تقريبا كان جريمة في حالة تلبس، اعتداء على الأمنيين صوتا وصورة شهدناها على المباشر ما إلى ذلك. يعني كذلك شهدت الساحة السياسية أيضا في البرلمان التونسي عديد التحركات التي تعتبر كذلك خطيرة، حيث أن هنالك منظمات أجنبية يعني متكلفة أو مكلفة برواتب بعض المساعدين البرلمانيين، والتي تتستر عليها إدارة البرلمان التونسي للأسف، رغم كل التعتيم الإعلامي، إلا أن كل هذه الأشياء بانت للمواطن التونسي من خلال الفيديوهات المباشرة التي تبث من طرف بعض النواب تحت قبة برلمان الشعب، وهذا خطير. يعني بأي حق منظمة أجنبية تتكلف بخلاص رواتب مساعدين برلمانيين؟ ولماذا إدارة البرلمان رغم كل المكاتب التي وصلتها من طرف بعض نواب الشعب وبعض الكتل البرلمانية تتستر عن أسماء هؤلاء المساعدين البرلمانيين ولأي كتلة ينتمون؟ يعني هذا خطير وخطير جدا. هذا تقريبا ما يسود الساحة السياسية اليوم، وهنالك أيضا اعتصامات وتحركات شعبية من مدينة صفاقس وولاية صفاقس منذ يومين تقريبا، سوف نتحدث عنها لاحقا إن أردتم. نعم أكيد، بكل تأكيد. أستاذ خبيب، يعني مسألة أزمة الرئاسات الثلاثة، من يضع العصي في العجلات كما يقال ليعطل مسألة الحل السياسي وخروج بتونس إلى بر الأمان على أقل تقدير في هذه الفترة الراهنة؟ مرحبا بك أخي العزيز، وشكرا لهذا لتخصيص هذا معناها الوقت والقناة بخصوص موضوع تونس. تونس عزيزة على قلوبنا أستاذ خبيب. أتمنى أن يكون الشعب السوري الشقيق الحبيب يتابع أخبار تونس ويهتم بتونس، لأننا في تونس حرمونا من كل شيء عن سوريا، فلا نعلم ماذا يحدث في سوريا شيء، لأنهم قد وقع على عينهم عصابة لا يرون إلا أنفسهم ومشاكلهم ولا يرون العالم من حولهم. هذا ما بين قوسين أخي العزيز. بخصوص العجلات، من يحط العصا في العجلات؟ أظن أنها عجلة واحدة وربما مفشوشة، فهم ولكن ليست عصا واحدة بل عصي كثير والعجلة واحدة. يعني يا حبيبي أنا سئمت ولم يعد لي كلامي معك. يا حبيبي عندما ترى سياسة في تونس تكره السياسة وأم السياسة عن بكرة أبيها. فساس يسوس الناس، أي أدار شؤونه وشؤون حياتهم نحو الأفضل ومحاولة تحسين واقعهم. أما من إذا رأيت السياسة في تونس فابكي واهرب ولا تلتفت وراءك، لأن ليست لا يمكن أن تسمى كل شيء إلا سياسة. فرئيس الدولة يأتي بوزير ويقول هذا متاعي، ثم يذهب للبرلمان ويقول لهم لا تصوتوا له، ثم يتشاجر معه، ثم يأتي من هناك مدون أصبح راشد الخياري أصبح عضو مجلس النواب،
وفجأة وبقدرة قادر يثير بلبلنا في الآونة الأخيرة بتسريبات تسجيلية. أنا يا حبيبي والله للأسف لأن الوقت لن يكفي، لكن لدي كثير والكثير ما أقوله بخصوص هذا الموضوع. فراس الخياري متسمي على الثورة التونسية، ومتسمي أنه هو من ساهم وكان عنصر فاعل من خلال الصحافة متاعه والجريدة اللي كان عنده، لكن ويا بئس المصير ويخيبة المسعى وقت لي يجيب واحد يضيفك في داره ويضيفك ويتحدث معك حديث ربما يؤخذ عليه ربما حديث مقاهي نوعا ما، فتسجله في بيته فتخدعه في بيته ثم تفضحه على العلن على أنه هو الخائن الكبير. والله لو كل شخص يسجل شخص آخر ثم يشهر به لأصبحت الحياة جحيم. طيب أستاذ خبيب، أعطيني بإجابة مباشرة. تعقيب أخير ولكن سمي لي جهة يا أستاذ خبيب، سمي لي جهة من وجهة نظرك هي من تقوم بتعطيل الحل في تونس. والله العظيم الجهة التي تتم بتعطيل هو كلهم يعطلوا في كله. فرئيس الدولة أرجو بالله التدقيق، رئيس الدولة ليس لديه يعني هيكل سياسي وراءه يدعم، وليس لديه أتباع حقيقيون، وليس لديه برنامج. طيب، فكيف سيدير البلاد؟ وجد جدار صاد أمامه لم يستطع التعامل مع أحد، فقرر الحل الوحيد حل برلمان وتفعيل القانون ذي الفصل 80 الذي ينص أنه في حالة عدم إدارة البلاد، معناه في حالة أنه البرلمان فشل في إدارة البلاد، فرئيس الدولة يتسلم زمام الأمور ويعود النظام رئاسي. هذا في نظري الحل الوحيد. طيب، لأنه عجز ما يسمى بالكوميونيكاسيون، كما نقوله كوميونيكاسيون يعني التواصل. إيه؟ هذا من جهة. طيب، من جهة ثانية الغنوشي لا يحب الرئيس ولا يريد التعامل معه، وفي الإعلام يقول الرئيس والرئيس، يعني كله ينافق كله. طيب، خليني أوقف عند هاي النقطة مشان ما أطيل على الأستاذ فتحي الورفلي. أستاذ فتحي الورفلي، الكل ينافق. مرحبا، ذلك حبيبنا ورفيقنا وصديقنا، وأظن أنه مستمتع بالكلام. إذا طيب، ألا ما نشوف رأيه. شكرا، تحياتي للأستاذ خبيب. تحياتي، أهلا. شكرا أستاذ خبيب. أهلا أستاذ فتحي. مسألة الاتهامات التي أطلقها الرئيس التونسي بأن هناك جهات بالفعل تقف خلف تعقيد المشهد السياسي، برأيكم إلى من يشير بأصبع اتهامه بمسألة تعطيل الحل في تونس؟ تحياتي لضيوفك الكرام، تحياتي للاستاذ عبد السلام، الدكتور عبد السلام شقير، واستاذ خبيب الرياحي، وتحيه لطاقم قناه اليوم، وتحيه لك. نحن اليوم اكيد انه هناك ازمه كبيره في الافق، والاتهامات لم تنتهي منذ انتخابات 2019، انتخابات التشريعيه والرئاسيه. للاسف اليوم الرئيس اصبح مجبرا على تفعيل الفصل 80 لانقاذ البلاد، ما يمكن انقاذهم من تغول الاخوان وما افسدوا بها تلك العشر سنوات. اليوم راشد الغنوشي اصبح واضحا في تصريحه البارح احدى القنوات الاجنبيه، يقول بالحرف الواحد لا يمكن ان نعيد انتخابات، ولا يمكن ان نذهب الى انتخابات مبكره، ولا يمكن، وهذا برلمان رائع وهذا، لكن للاسف العكس. بهذا البرلمان فيه المتهربين ضريبيين، فيه السراق، فيه المتحيدين، فيه العملاء خاصه بين قوسين. هذا البرلمان لم يخدم فئات من الشعب التونسي، بل خدموا معناتها بعض التجار الموالين وبعض رجال الأعمال وبعض الذين يشتغلون في غرف المظلمة. للأسف الرئيس اليوم يفتقد لخبرة سياسية بين قوسين، مما أهل للأخوان التلاعب بهذا المشهد طيلة السنة ونصف منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد ومنذ انتخاب هذا البرلمان. راشد الغنوش اليوم للأسف أصبح يمسك بجهاز الدولة كاملا، جهاز استعلامات، جهاز استخبارات، الموظف، معناتها عدد كبير من النواب.
للأسف الحل الوحيد كما قال الأستاذ خبيب هو تفعيل الفصل 80 والذهاب إلى انتخاب معتها وانعقاد مجلس نواب في حالة دائمة واستمرارية الدولة بإصدار مراسيم يصدرها رئيس قيس سعيد وبذلك تنتقل السلطة إلى مركز قيادة هو قصر قرطاج والرئيس قيس سعيد. لكن للأسف هناك لعبة الآن ستمر من كان الأسرع الرئيس أو راشد غنوشي، مع العلم أنه اليوم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي وقع عريضة سحب ثقة من راشد غنوشي وحده، هذه العريضة الثانية التي ستوصل إليها هؤلاء النواب للأسف لينقاد ما يكون قد قبل تفعيل الفصل 80. اليوم معناتها عندما نرى النائب الثاني وذهب في سحب ثقة وأمضاء النائب الثاني للرئيس مجلس النواب راشد غنوشي والأحداث الأخيرة مما الدستور الحر وعبير موسى والنزول إلى الشارع واستعراض قوى فمني والكل يتحضر إلى انتخابات مقبلة قادمة، لكن الرئيس لا يخرج على التعديل الدستوري، وإن أراد رئيس الجمهورية أن يعدل الدستور فليجمع أمضاء 145 نائبا في البرلمان وليتوجه إلى البرلمان ويعدل الدستور كما يريد، لكن هذا يستحيل في المشهد هذا المشهد الحالي، لأنه الكثير من النواب باعوا ضمائرهم، الكثير من النواب عملاء خلينا نقولها بهذا الوصف للأسف، لأنه لو كانوا نواب شرفاء لما بقي راشد غنوشي تلت سنة ونصف على رأس البرلمان. راشد غنوشي اليوم أضر بالمصلحة الوطنية، أضر بالسياسة الخارجية، أضر وأخر المنوال الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في تونس، ومما جرى البلاد إلى معركة سياسية لا ليس لها نهاية بين الرئيس وبين الرئاسات الثلاثة وهشام المشيشي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وهذا عطل مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. للأسف اليوم تصنيف تونس على المستوى الاقتصادي سيء جدا، الاتحاد الأوروبي اليوم، فرنسا اليوم، ألمانيا، الشركاء الأوروبي، قمة 5+5، الكل ينظر إلينا بترقب. اليوم رئيس الجمهورية بادر وسافر معناتها إلى القطر الليبي لإحضار، لكن هذا السفر لم يذهب كما نقول ببروتوكول كامل من وزير مالية، محافظ بنك المركزي، من رئيس الوزراء، من قيادات وزير الاستثمار والتعاون الدولي. للأسف هناك معناتها معركة سياسية من يذهب ويسجل نقاط على حساب الشعب التونسي، لكن الكعكة اليوم قسمت بين المصريين وبين الأتراك وبين الإيطاليين والفرنسيين، وتونس ليس لها نصيب كبير من ليبيا في إعادة الأعمار حقيقة، لكن المعركة السياسية القادمة ستكون في الشارع. اليوم عندنا أنباء وتقارير استخباراتية أن حركة النهضة فتحت مخازن السلاح وسلحت عددا من أنصارها. هذا الكلام خطير أستاذ فتحي. كلام خطير سيد الكريم، كلام خطير، لأنه كلام خطير. أن لدينا أرقام ومعلومات، حركة النهضة فتحت مخازن السلاح بعد نزولها إلى الشارع، ونعم أصبح قيس سعيد يشكل خطرا شديدا على حركة النهضة لأنها مورطة في الفساد ومورطة في تبييض أموال. مورطة خليني أسأل دكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، يعني بين رغبتين يعبر عنها أنصاره وقيود الدستور، هل يمكن بالفعل للرئيس التونسي إجراء تغيير دستوري أم سيلجأ إلى المادة 80 كما أفادنا الأستاذ الخبيب وأيضا الأستاذ فتحي؟ هو إلى حد الساعة سيد رئيس الجمهورية للأسف الشديد يعني خطاباته كلها بالألغاز وخطاباته كلها هلامية، يعني ليس هنالك أي شيء ملموس من خطاباته لا بالفعل ولا بالقول. يعني خليني أنطلق من البداية بفضيحة كبرى تنسب لمؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية التي لا تعترف باستقلال تونس، وهذه أكبر فضيحة في تاريخ تونس، لأنه عيد استقلال تونس يمر مرور الكرام ولا نجد أي خطاب لسيد رئيس الجمهورية بمناسبة هذا الاستقلال. يعني هنالك، وكنا قد علقنا على هذه المناسبة منذ سنة أيضا، لم يتطرق إلى الاستقلال أو تطرق له يعني بطريقة حماية بطريقة. طيب لماذا دكتور عبد السلام، هذه النقطة في غاية الأهمية، يعني يتزامن مع الحديث عن عودة فرنسا إلى المشهد التونسي، ولن تقبل ولن ترضى فرنسا إلا أن تكون تونس بشكل أو بآخر تحت وصايتها كما يقال. هل لهذا الأمر جانب يتعلق بذاك الأمر أم ماذا دكتور عبد السلام؟
في الحقيقة لا أعتقد هذا، طالما ليس هنالك مؤيدات. الكل يتحدث عن العمالة للخارج، الكل يتحدث ويتهم الطرف الآخر بأنه عميل الإمارات، عميل السعودية، عميل قطر وتركيا، عميل فرنسا. لكن حينما نشاهد المشهد والأحداث اليوم يعني تؤكد غير هذا. يعني مثلا من خطاب بعض القادة السياسيين الموجودين على ساحة السياسية، يعني لا نجد تملصا من الأطراف الأجنبية بشكل مباشر، خلاف رئيس الحزب الدستوري الحر مثلا منذ يومين يعني أعمى، يعني كانت قد قدمت خطابا للتونسيين أكدت فيه على السيادة الوطنية وعلى عدم وجود أي طرف لا ممن يمولون هذا الحزب، يعني أو ممن يمولون رئيس الحزب. يعني هنالك تخاذل تام من طرف بعض الأحزاب الأخرى التي لا تتنصل من الدعم الخارجي. بالنسبة للتسجيلات التي هزت الرأي العام مؤخرا والتي تكلم عنها الزميل طبعا وافقه في الجانب الأخلاقي، حيث من أدخلك لبيته وتحدث معك أي كان الكونتينيو يعني المحتوى لتسجيلات هذه وتسريبات هذه، فليس من الأخلاقي وليس من المعقول أن تسجل له حديثه ومن ثم تقطع يعني وتبث بعض التسريبات لإحداث بلبلة في الرأي العام. كل المحتوى لهذه التسريبات نعلمه، يعلمه التونسيون. الصراع ما بين التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية مع حركة الإخوان فرع تونس مع الحزب الدستوري الحر إلى آخره، كل هذا نعلمه جميعا. لكن إما أن ينزل بهذه الطريقة وأن نجد وسائل إعلامية مجندة لبث هذه السموم ولإثارة البلبلة، بما أنه الكلام خطير يعني الموجود هنالك، هنالك تلميح عن اغتيالات سياسية، هنالك تلميح عن عديد الأشياء الخطيرة، عن التعامل في عن التحكم في المؤسسة القضائية، وهذا خطير وخطير جدا. لكن ما أعيبه على مؤسسة رئاسة الجمهورية أولا هو الغموض في خطاباتها، ولم تتنقل أو لم تتحول إلى الفعل الحقيقي في تونس. يعني وعد بمكافحة الفساد، لم نجد لمكافحة الفساد أي صدى في تونس. وعد بمكافحة الإرهاب، الإرهاب يرتع أمام أعين رئيس الجمهورية. هنالك نواب تكفيريون ولم يتدخل رئيس الجمهورية. هنالك عنف جسدي ولفظي مسلط في البرلمان الذي يعد أكبر مركز ومقر سيادة في تونس، للأسف الشديد لم يتدخل رئيس الجمهورية. هنالك نواب يتم الاعتداء عليهم أمنياً يعني بالمتراك وبوسائل يعني مخطية على نواب شعب لهم حصانة، لم يتدخل رئيس الجمهورية. غزوة المطار، التكفيريون المحصنون يذهبون لحماية وتسفير إرهابيين، لم يتدخل رئيس الجمهورية. إذن هنالك تسيب تام أخي الكريم في تونس وتخاذل تام من جميع الأطراف الحاكمة. بالنسبة للإخوان نحن متفقون كونهم يعني هم من يدير خيوط اللعبة، كما قال زميلي المحترم، هم من يدير دواليب الدولة اليوم، هم من تمكنوا وتسلطوا من جميع مفاصل الدولة. وطبعا أمام غياب الفعل للسيد رئيس الجمهورية وأمام طبعا اقتصار نزالات الأحزاب السياسية الأخرى على الظهور في الشارع، وأيضا تخاذل بعض الكتل الأخرى في مكافحة الإخوان، هذا يعني يجب أن يقال وأن يسلط عليه الضوء. هنالك كتل برلمانية تساوم بوثيقة سحب الثقة أو عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، يعني ترغب في مواقع، ترغب في التقرب من هذه الحركة اللعينة. يعني هنالك أحزاب ونواب شعب يشترون بالمال، كما قال يعني من سرب هذا هذه التسريبات الأخيرة راشد الخياري هو نفسه من قال أنهم يشترون بالمال ب100 مليون تونسي و100 و150 مليون تونسي، وهذا خطير جدا. يعني هنالك فقط كتلة واحدة أو حزب سياسي واحد همه هو كشف الحقائق للشعب التونسي، هو الحزب الدستوري الحر الذي يتلقى جميع الضربات اليوم من جميع الأطراف من جميع المنظمات، لا لشيء إلا لكشفه الحقيقة. طيب. فقط يعني السيد رئيس الجمهورية في سبات عميق، السيد رئيس الحكومة بين أيدي الإخوان، يعني وهو يمتثل لحزاب السياسي اليوم للأسف الشديد. طيب بعد هذا الطرح، بعد هذا الطرح أستاذ الرياحي، هل نستطيع القول بأن هناك انسداد سياسي حقيقي بكل ما تحمل الكلمة من معنى في الداخل التونسي، وما تداعيات هذا الأمر على العلمانية التونسية وعلى الديمقراطية في تونس؟ أستاذ الرياحي. أحسنت صديقي، إنه فعلا كلمة انسداد فعلا هي الكلمة في بلاصتها. انسداد، انسدد كل السبل في تونس، تحسها يعني دخلنا في منعرج لا نعلم مخرجه، الحالة خارجة عن السيطرة وعلى كل التكهنات وعلى كل التوقعات. وما يحس في نفسي، والله أنا أعيش في فرنسا
والله العظيم يا صديقي لو أعود لتونس وتشوف، ما فهمتش التوانسة لماذا ليس لديهم قلب، لماذا لا يشعرون، لا يرون العالم كيف يسير. ترى المغرب، المغرب ما زالت يحكمها ملك، الملوكية انتهت من القرون الوسطى، يحكمها ملك إلى اليوم، تقدمت وحققت نجاح رائع، وتونس أول ديمقراطية في العالم، عملوا قمر صناعي. والله سبحانه مغير أحوال، عجزوا على فعل كوبري كما يقول المصريين، كوبري في 3 متر ينقل الأطفال على الواد من المدرسة للدار، ونجحوا في قمر صناعي شيء لا شيء لا يصدق. المهم اللي نحب نقوله على رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ليس إنسان سياسي ولا يعلم من السياسة إلا رسمها، لأنه هو مدرس، ظل عمره كامل مدرس، ثم تزوج بمدرسة مثله، تعرف عليها أثناء التدريس، ثم اختار مستشارته عكاشة أيضا مدرسة وفي القانون، بحيث تخرجه من جانب التدريس والقانون، يأتيه الرجل يتوه. والمعروف عن رجال القوانين في العالم أنهم لا يحبون التغيير، التغيير يقلقهم، يريدون تطبيق القانون، يريدون دائما السير كما كنا في الماضي. ولكن كما فهمت من دكتور عبد السلام أستاذ الرياحي بأنه حتى مسألة تطبيق القانون لم يستطيع إنجاز هذا الأمر في ظل الاعتداءات على النواب في الداخل البرلمان، وقصة طويلة تعرفها حضرتك. سيد رئيس الجمهورية عندما يخرج في خطاب للشعب يظن أنه يخاطب الطلاب في الجامعة، هو لم يستطع أن يصدق إلى اليوم أنه رئيس دولة لديها جيش ولديها شعب، وهو عليه لم تدخل رأسه، لأن تحلل نفسيته وطريقة تعامله كيف أصبح رئيس؟ أصبح رئيس بمجرد أنه يتكلم لغة عربية عوض اللغة الدارجة التونسية، أكثر من هذا ليس له في السوق ما يذوق، ما عنده حتى شيء، فقط أنه تكلم اللغة العربية، ولأننا شعب مريض أمرضته الأيام والليالي والسياسيين والكذب، فظنوا أنه هو المخلص، فظنوا أنه المهدي المنتظر، لأنه لا يشبهنا قليلا، ربما يحمل نوع من الجدية في في في، ولكنه مسكين، رجل بسيط، رجل متوظف دولة، لا يعني إنسان بسيط جدا، حملوه مسؤولية لا يطيقها. وإذا كنت أنا في مكانه الآن والله لقدمت استقالتي وانتهى الموضوع، لأنه عاجز عن محاربة الأشرار. النهضة مهيكلة، هيكلة جيدة، نعم النهضة هي من تحط العصا في العجلة، ولكن انتهت هيكلتها هيكلة شر ليست خير، لأنه اليوم من يقول خير يقول ماذا قدمت؟ لا شيء، بل هل حافظت حتى على ما تملكه؟ لا، بل فقدوا كل شيء. ولذلك ماذا سأقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حبيبي وصلنا في مرحلة في تونس، والله العظيم أنا يوما ما يعني حلمت بالثورة وساهمت في الثورة، والله لو عادت الأيام إلى الوراء يدي هذه أقطعها وما نهزش حجرة على بوليس، لأني اكتشفت أنه نحن شعب لا يؤمن لا بالعدالة ولا بالإنسان ولا حتى بالله، حتى الله لا يؤمنون به، يؤمنون بالمال والكذب والنفاق والتراهدين والبلا بلا والبلاتويد والظلم. لدي صديق أكبر رجل أعمال في تونس وأغنى إنسان كان في تونس، سيد شفيق الجراية، معروف. طيب أستاذ الرياحي، لا نستطيع التعميم، يعني يبقى هناك في الشعب التونسي من هو أصيل وصاحب قضية وفكر وأخلاق وكرم وطيب، حتى لا ندخل بمسألة التعميم. الذين تمكنوا منا، طيب شعبنا مغلوب على أمره. طيب وصلت فكرتك على قولة التوانسة كمان الله غالب، خلينا نختتمها هاي النقطة. طيب أستاذ فتحي الورفلي، حقيقة يعني تداعيات هذا الانسداد دائما يبدع على الأستاذ عنقور، الأستاذ خبيب عفوا. طيب يلا خليني أسألك أستاذ فتحي، مسألة هذا الانسداد السياسي الحاصل إلى أي مدى يؤثر على مسألة الانتقال الديمقراطي ودعم الدول المانحة أو الداعمة للتونسيين في الداخل التونسي؟
حقيقة هذا كما قلت لك السياسة الخارجية اليوم في ظل وزير خارجية جديد عثمان الجندري فيها قليلا من التحسن حقيقة بعد التعثر الكبير تلت سنة ونصف. هناك معناتها الدول المانحة كما قلت لك اقتصاديا تصنيف تونس على المستوى البنك الدولي معناتها والديون المتخلدة وتراكم الديون والعجز التجاري في الميزان التجاري التونسي أصبح ما يقارب 25% مما يؤثر على الاقتصاد وعلى المواطن سلبا، وهذا كذلك في ظل جائحة كورونا والعالم اليوم كما قلت لك في الأسبوع الفارط العالم يتغير وتغير بسرعة. اليوم لو معناتها هذا الكم الهائل من الشريط الساحلي التونسي وال 12 مليون مواطن والشباب والمعطلين على العمل كل محافظة يوميا نرى فيها معناتها أصحاب الشهادة العليا خارجين على العمل. اليوم رئيس وزراء معناتها عبارة معطل لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية. هناك أزمة حقيقية حقيقة في الأفق معناتها حقيقة كبيرة، لأنه تونس اليوم بدون رئاسة وزراء بدون وزراء معناتها تصور سيد الكريم رئيس الوزراء هشام المشيشي هو وزير الداخلية بالنيابة في ظل الهجمات الإرهابية والاغتيالات السياسية والتهديدات الإرهابية حقيقة معناتها هذا اليوم. واليوم بين قوسين الإخوان في تونس يريدون استدعاء إخوان مصر الذين موجودين على التراب التركي إلى تونس، وهذا أصبح معناتها حقيقة خطير وخطير جدا. نحن تونس اليوم يلزمها معناتها استثمارات ورؤية اقتصادية وحوكمة رشيدة كبيرة وكبيرة جدا تنهض بالبلاد. ليس في هذا الصراع بين الغنوشي، على فكرة الغنوشي أيامه معدودة، أيامه معدودة فعلا، أيامه معدودة. الغنوشي اليوم أصبح في الحديث بعد التصريح البارحة يرفض إعادة الانتخابات لأنه لن يكون على البرلمان ولن يكون على رأس البرلمان ولن يكون وسيكون خارج خريطة الطريق في المرحلة الانتخابية القادمة. هذه فرصتهم الأخيرة في الانقضاض على السلطة، وإلا فرصة الرئيس قيس سعيد وهو بيده جميع الحلول وهو رئيس قوات مسلحة. اليوم هناك انهيار اقتصادي كامل، اليوم الحريات في خطر، المدونين اعتقالات كبيرة، الاعتقالات الابتزاز معناتها في جميع رجالات الأعمال، وأولها رئيس قلب تونس، رئيس حزب قلب تونس اللي هو كتلة كاملة تعرض للابتزاز للأسف لأنه متورط في تهريب في تبييض المال السياسي الفاسد، وهذا يجب أن يخضع إلى مصالحة وطنية شاملة. المصالحة دائما دائما بين القوسين، أنا ضد من يأخذ مليم أو دينار من أموال الشعب التونسي، من أخذ دينار واحد عليه أن يعيده، لكن أنا مع جلة التنمية أن تسير بقوة، لكن في ليس في ظل سياسة الإخوان وسياسة حركة النهضة التي فككت مفاصل الدولة، قامت بسطو على الثورة التونسية وعلى شباب تونس ووضعتهم في السجون وشردتهم في الخارج، وهكذا ترى معناتها جميع الشباب في الخارج. اليوم لا توجد محافظة في تونس إلا وفيها احتجاجات مطالبة بالتشغيل والتنمية، لكن العكس في البرلمان. البرلمان اليوم أصبح حالة من الشجار والعراك اليومي بسبب معناتها نواب الصدفة الذين أتوا ببقايا الانتخابات، بقايا الصناديق للأسف ليس لديهم خبرة سياسية، ليس لديهم معناتها متطلعين على متطلبات الشعب التونسي. ماذا ينتظر اليوم؟ الوضع الصحي كارثة، النقل كارثة، الوضع الاجتماعي كارثة، التلاميذ كارثة، الطلبة كارثة، الوضع العجز الميزان التجاري، قوت المواطن التونسي اليوم، ورأينا الاحتجاجات الفارطة في شهر جوان، حرق البلد، أحياء العاصمة كلها حرقت، حرقت، دمر البلد كامل، لكن يبدو أن رأس الغنوشي لم يستوعب الأمر أنه شفاء تونس إلا ب انسحاب رشد الغنوشي أو اعتقاله أو وضعه تحت إقامة الجبرية. وأعيد هذه الكلمة، رشد الغنوشي أعطى أوامره بتسليح حركة أنصار النهضة. رشد الغنوشي اليوم أصبح خطر على الأمن القومي، رسالة إلى الرئيس قيس سعيد أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. اليوم حركة النهضة أصبحت حركة مسلحة في شوارع تونس، وهذا يهدد الأمن القومي ويهدد المنطقة بأكملها. للأسف اليوم الإخوان أصبح سرطان يمخر الشعب التونسي، يجب أن ينسحبوا من الحياة السياسية
وترك معناتها البلاد كما كانت منذ 10 سنوات. طيب للأسف. نعم نعم. دكتور عبد السلام، يعني في ظل هذه المعطيات يبدو بأن المشهد بالفعل معقد في الداخل التونسي. دعنا نفترض هذا السؤال، مسارات الحل للأزمة التونسية الآن أين تكمن؟ تأكيداً لكلام زميل فتحي، طبعاً ومشكور على المعطيات الخطيرة التي طرحها اليوم ومثابة ناقوس خطر يعني يدق بكل مسؤول شريف في الدولة التونسية. إذن كلامه صحيح، لأنه في البداية دعنا نتحدث عن الحزام السياسي المكون للسيد رئيس الحكومة، وهو في حد ذاته توق نجاة للإخوان المسلمين. سيدي الكريم، رئيس الحكومة حزامه السياسي متكون من ثلاث أطراف ثالوث، يعني الإخوان، التكفيريون، والمتهربون الضريبيون والمتعلقة بهم شبهات فساد. كيف نتوقع الإصلاح ونتوقع الخروج من الأزمة من طرف حكومة حزامها السياسي متكون من هؤلاء؟ يعني تقريبا هنالك انسداد واضح في الأفق. هذه النقطة. النقطة الثانية، الحكومة التي ادعت يوما أنها تكافح الإرهاب وأنها ستكافح الإرهاب وأنها ستكون إلى جانب الأمن القومي التونسي، الحكومة لا تحرك ساكنا أمام الجمعيات الإرهابية المتطرفة التي ترتع في تونس اليوم والتي تدمغج شباب تونس اليوم. ونحن نعلم جيدا أن هذه الجمعيات المشبوهة والتي لها علاقة بالإخوان المسلمين، وسأتحدث عن ذلك، هي كانت يعني من الأسباب الأولى لانتشار الإرهاب في تونس أولاً، والعمليات الإرهابية المتتالية، ولتسفير شبابنا إلى سوريا لقتل إخواننا السوريين وغيره. يعني هذا شيء مؤكد. ونتحدث عن كيفية تعامل السيد رئيس الحكومة الحالي للأسف الشديد مع اعتصام الدستور الحر الذي نادى بغلق وكر تفريخ الإرهاب، وهو جمعية العلماء المسلمين. الحجة بسيطة وسهلة ومرت على جميع التلفزيون التونسية. هذا الاتحاد الإرهابي من خلقه؟ من أسسه؟ يوسف القرضاوي. وشاهدتم جميعا وكنا قد مررنا هذا في عديد المنابر الإعلامية، يعني أي السيد يوسف القرضاوي صوتا وصورة بالفيديو يدعو إلى قتل معمر القذافي. هذا السيد أيضا دعا وأفتى بهدر الدم في سوريا وفي ليبيا، وأفتى بتفجير النفس إذا كان ذلك أمرا من الجماعة. يعني الحكومة تحمي مقر هذا الاتحاد الذي أسسه هذا السيد. يمكن أن تتخيل يعني هذا المشهد، يمكن أن تتخيل كيفية تعامل الساسة الحاليين في تونس مع الإرهاب. يعني هذه فضيحة الدولة بأتم معنى الكلمة. وبالمناسبة هنالك قضايا دولية بصدد الإنجاز سوف تقدم ضد رئيس الحكومة وضد كل من له يد لرعاية هذه الجمعية وشبيهاتها من الجمعيات التي ترتع، جمعيات نسائية وجمعيات رجالية وجمعيات خيرية، يعني جمعيات خطيرة وخطيرة جدا. كانت يعني أمر إنشائها وتغلغلها كان من الإخوان، ونحن نتذكر التسريب الصوتي الخطير لشيخ الإخوان في تونس الذي يقول أن الجيش والشرطة والأمن غير مضمونين، لذلك يعني اشتغلوا على الأرض واخلقوا جمعيات إمامة إلى ذلك. يعني هذا نعيشه اليوم. ثاني قيادي في حركة الإخوان المسلمين في تونس اللي هو عبد الفتاح مورو، يوم من الأيام شاهدناه بالفيديو يقول في رسالة طمحنا لوجدي غنيم مثلا، يعني التوانسة ليس لنا حاجة بهم لأن التوانسة بالأصل برجيبيون والتوانسة حداثيون، لكن حاجتنا بأطفالهم، نحن نشتغل على أطفالهم، على الجيل الجديد. وهذا ما شاهدناه اليوم للأسف الشديد، جيل جديد مدمغز، جيل جديد لديه فراغ ديني، جديد لديه فراغ معرفي، فراغ ثقافي، فراغ علمي. تونس بعد أن كانت تنتج وتصدر الكفاءات الدولية للخارج والدول العظمى وللخليج وغيره، يعني من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان ومهندسين وعلماء في الملتيميديا إلى آخره، تونس اليوم أصبحت من أكبر المصدرين للدواعش والإرهابيين في العالم. لمن يرجع هذا؟ لما يرجع؟ طيب هذا؟ طيب دكتور عبد السلام، أسلم الأمور في تونس بعد ما يسمى بثورة زيفا، بثورة الخراب والدمار هذه التي أتت على الأخضر واليابس في تونس. أستاذ فتح الورفلي، تريد التعقيب؟ نعم أستاذي، ليس تعقيبا، لكن هناك أمر خطير اليوم في ظل تشكيل الحكومة الليبية. عودة المسلحين نحو التراب التونسي، وتونس ستكون نقطة عبور للأسف لهذا المسلحين. هناك من سيغادر ليبيا، هناك من سيستقر في تونس للأسف. والهدف الثاني هي دولة الجزائر حسب أو صحراء مالي
هناك حسب التقارير الاستخباراتية الفرنسية. للأسف اليوم هناك مأزق كبير. طيب أستاذ فتحي، يعني حطيت إيدك على الجرح، وسؤال كنت سأطرحه أنا بدوري، هذا الانسداد في السياسة التونسية والحديث عن خروج مرتزقة بكل انتماءاتهم الأيديولوجية من ليبيا باتجاه تونس وباتجاه دول أخرى، إلى أي مدى يفتح هذا الأمر باب التدخل الخارجي في الملف التونسي؟ هناك من يتحدث في الملف التونسي، هناك من يتحدث بشبح تدويل الأزمة التونسية من خلال النافذة، نافذة العلاقات مع فرنسا. أستاذ فتحي. نعم سيدي الكريم، هذه الاستخبارات الفرنسية والتونسية تعمل بشكل كبير وخاصة مع إيطاليا والألمانية لتفادي مثل هذه الأمور. للأسف اليوم تركيا تخلت، خلينا بشكل واضح، بعد الاتفاق بين مصر وبين هناك مناورات كبيرة أجرتها القوات المصرية والتركية والفرنسية والبلجيكية، هناك تحالف جديد، لكن للأسف سيكون هناك مخرجات ستضر بالأمن القومي التونسي في حال دخول المسلحين والمرتزقة إلى التراب التونسي. حقيقة الجزائر اليوم ستكون صد منيع لهذه الجماعات، لكن للأسف خط الصحراء سينساد هو الذي سيكون في مرتع للإرهابيين على طول شريط كما قلت لك سينساد الصحراء. للأسف هناك خطر كبير يدق، يجب دق ناقوس خطر على مثل هذا الموضوع في ظل أزمة. سيكون هناك تبادل تجاري، سيدخلون عبر البوابة راس جدير وعبر البوابات التونسية في شكل تجار وفي شكل تبادل تجاري وفي شكل تبادل معناتها مصحات ذهب إلى العلاج إلى تونس. لكن للأسف معناتها نحن هذا تقريرنا الاستخباراتي مؤخرا، والاستخبارات الفرنسية دقت حقيقة ناقوس الخطر في ليبيا، لكن مدى استعداد تونس، الوضع سيء وسيء للغاية، الحدود ليست محمية كما ينبغي، الوضع كارثي كما قلت لك سيدي كريم، مع تحكم وانقضاض حركة النهضة ورشد غنوشي على السلطة في تونس وجميع هيكل الدولة مؤسسة الدولة خاصة جهاز الاستخبارات، هو يشكل حقيقة مأزق كبير في التواصل والقضاء على الإرهابيين في ظل حربنا على الإرهاب. نعم في تونس وشمال إفريقيا اليوم نجاح تونس، وسيد الكريم هناك ذكرى أربعة الفارطة في بنجردان، وهي 7 مارس ذكرى معناتها دحر الإرهابيين في بنجردان، وهذا معناتها حقيقة استقلال، نحن نسميه استقلال لتونس واستقلال لذاتها ونجاحات كبيرة، لكن لا نريد أن تضع الفأس في الرأس ويحصل مثل ما حصل في بنجردان في 7 مارس 2014. لكن للأسف رئيس الجمهورية اليوم هناك سبات كبير في مؤسسة الرئاسة، للأسف نحن نريد أن يتعافى قليلا وأن يترك العربية إلى جانبا وينظر إلى شعبه من باب التميز من باب الرقي ومن باب أخذ الحيطة من رئيس مجلس نواب الشعب الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي وعلى الشعب التونسي. دكتور عبد السلام، بالحديث عن فرنسا، هناك كان اتصال من قبل الرئيس الفرنسي يقول بأنه متعاطف مع تونس جدا ويتمنى لها الاستقرار والانفراج، يعني بعيدا عن الأمنيات، هل هناك حلول عملية ستقدمها فرنسا للجانب التونسي مع الأيام المقبلة بالحديث عن خروج مرتزقة من الداخل الليبي ومسألة محاربة الإرهاب على وجه الخصوص؟ دكتور عبد السلام، دعني في البداية أشكر ضيفك الكريم، وهي أول مناسبة يعني نتداخل في نفس البلاتو، وهو يفرض الحقيقة الاحترام على المجلس. إذن تأكيدا لكلام سيد فتحي الورفلي، سوف أربط المعطيات الاستخباراتية التي قدمها بشأن دخول الإرهابيين المقاتلين من بؤر التوتر عن طريق ليبيا إلى تونس. يعني سوف أذكر ببعض التصريحات الممهدة لهذا الدخول للإرهابيين. يعني في وقت من الأوقات في تصريح خطير، زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي كان قد توجه بتصريح أعتبره خطير جدا وكنت قد نقدته من المنابر الإعلامية التي اشتغلت بها سابقا، قال يعني بالعربية الفصحى حتى يتسنى لكم الفهم، اللحم إذا نتن أو إذا فسد فأصحابه أولى به، يعني قالها بالدارجة التونسية، اللحم إذا نتن مليه أولى به، يعني طبعا في علاقة بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وقال أنهم أبناءنا وعلينا استقبالهم، وهذا يعني تصريح خطير وخطير جدا، وقال أنهم يعني حالة من الإسلام الغاضب،
وقال أنهم شبابه ويذكرونه ويبشرونه بثقافة جديدة. كل هذه التصريحات كانت ممهدة لما سيحدث اليوم للأسف الشديد. ولذلك من هذا المنبر أتوجه بنداء استغاثة أولا إلى وزارة الداخلية التونسية وإلى السيد رئيس الجمهورية الذي كما قلنا في سبات عميق في قرطاج يعني ناقوس خطر كبير وكبير جدا يتهدد الأمن القومي التونسي بدخول هؤلاء إلى تونس. وكنت قد فضحت سابقا من خلال إذاعة المنستير في برامج مباشرة عن مخطط تركيا لإدخال هؤلاء الإرهابيين إلى تونس. كيف كان ذلك؟ يعني كل الجهاديين الذين كانوا يقتلون إخواننا في سوريا ويقتلون الجيش العربي السوري الصامت الباسل الذي تصدى لمشروعهم الإخواني العميل، يعني كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يمنحون الإرهابيين في تركيا شهائد مزورة ومدلسة، وهذا تقرير استخباراتي يعني كان مؤكدا في 2014 و2015، كانوا يمدونهم بشهائد جامعية مزورة، أي هم كانوا يدرسون في جامعات خاصة تركية ثم يعودون بها إلى تونس حتى لا يجدون مشكلة مع الأمن التونسي في الحدود. يعني هؤلاء لم يكونوا في سوريا ولا في بؤرة التوتر، بل كانوا يدرسون، وهذا خطير وخطير جدا. تركيا هكذا تفعل تركيا، يعني تركيا تساعدهم على الدخول من أراضيها إلى مراكز القتال وجبهات القتال في سوريا، ومن ثم هنالك من يموت هناك في سوريا وجبهات القتال، ومن يعود إلى تركيا يجب أن ترجعه إلى وطنه الأم حتى يخرب وطنه الأم. ونعلم جيدا أن جل الإرهابيين خرجوا من تونس معظمهم عبر تركيا، وهذا يعني الحجة بسيطة وبسيطة جدا لا يمكن نقاشها أصلا أو الجدال فيها. الشباب التونسي الذي خرج من تونس بمؤامرة إخوانية تركية كيف خرج؟ يعني شباب 18 سنة و20 سنة أصلا لا يعرف مقر مطار تونس قرطاج، يعني كانت ممنهجة، جوازات سفرهم كانت جاهزة مع 3 ملايين ونصف أو 4 ملايين حسب تصريحات لقيادات أمنية ونقابين أمنيين رفيعين مستوى في ذلك الوقت، ومن ثم الطائرة تقلع من تونس إلى تركيا، ومن تركيا لا أعتقد أنهم يوقفون سيارات أجرة حتى توصلهم إلى جبهات قتال. يعني هنالك لوجستيا وكل شيء كان منظم. تركيا كانت ضالعة في تسخير شباب التونسي إلى بؤر التوتر وإلى سوريا للقتال، اليوم هي ضالعة أيضا في دخولهم إلى تونس مع اشتداد الخناق حول حركة الإخوان المسلمين إقليميا وخارجيا وتغير الخريطة الجيوسياسية في العالم، يعني وعدم دعم هذه الجماعة الإرهابية من طرف القوى الأجنبية اليوم بات واضحا. الخناق اشتد على هؤلاء من طرف مصر وتركيا خاصة، التي يعني شاهدنا في من خلال منابر إعلامية دولية وأجنبية كونها بصدد اعتقال عديد القيادات الإخوانية الموجودة في تركيا وخلق عديد القنوات العربية الإخوانية التي تبث من تركيا اليوم. أستاذ فتحي الورفلي بدقيقة ونص كلمة أخيرة لك، تعقيب أخير لك على كل مرد. نعم تحياتي للدكتور عبد السلام شقير، أوفى ووفى حقيقة، رئيس جمهورية مؤسسة الرئاسة يجب أن تستفيق ويجب أن ينتقي مستشاريه حقيقة للنهوض بتونس أكثر. اليوم في كلمة نصف الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى ستكون هي رقم واحد في الانتخابات القادمة، وهذا يشكل خطرا على حركة النهضة وعلى راشد الغنوشي. نعم هي ستكون رقم واحد في المشهد السياسي القادم، وبذلك نفسر عدم رضا راشد الغنوشي وعدم مع قبوله بانتخابات مبكرة والذهاب نحو تونس إلى الأفضل. للأسف هم الآن في الحضيض وفي تراجع وفي تآكل تام، أو الشعب التونسي اليوم أصبح معناتها يمهد الطريق نحو الانقضاض عليهم، لكن للأسف رئيس الجمهورية يجب أن ينقذ البلاد قبل فوت الأوان. وكما نقول اليوم استعراض كبير في الشوارع لأنصار عبير موسى وأنصار الإخوان الإرهابيين الذين كما قلنا فتحت لهم مخازن السلاح، وللأسف اليوم رئيس الجمهورية ما زال في سبات كبير، واليوم هناك تغير جيوسياسي في المنطقة أجمع، في المغرب العربي، في شمال أفريقيا، في أوروبا، في الضفاف المتوسط، في كما نقول في الضفتين. يجب أن يستفيقوا من خطر الأخوان. أخوان بقيوا النقطة الوحيدة وهي تونس، حتى تركيا تخلت عليهم، أردوغان وتخلى عليهم، فما بالك اليوم بتونس؟ يوجه لهم دعوة للحضور ويكون ملاذا جديدا. اليوم نداء أخير إلى رئيس الجمهورية أن يتحرك ويعلن حل البرلمان واعتقال راشد الغنوشي ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
عم ضيفي مليو الفرنسية الأستاذ فتحي الورفلي إعلامي وأكاديمي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على التلبية الدعوة على كل الكلام القيم. وشكر لضيفي من تونس دكتور عبد السلام شقير إعلامي ومحلل سياسي على التلبية الدعوة على كل الإضاءات التي أنار بها الطاولة المستديرة. وشكر موصول لضيفي من باريس أستاذ خبيب الرياحي ناشط سياسي وأمين عام حزب تونس بيتنا. والشكر الأعظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.